إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم. ذرية بعضها من بعض والله سميع إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلم وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وليس الذكر كالأنثى وإني سم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن الله
الله. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان. فتقبلها ربها بقبول حسن فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا. وكفلها زكريا وكفلها زكريا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قال يا مريم السلام
السلام عليكم. قال يا مريم قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله. قالت هو من عند الله. قالت هو من عند الله. قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء. قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. صدق الله العظيم.